ينظر حركة الهمس إلى الساكن قبل ثم يحذف الهمس، فتصير كلنا من على التوسط على حسب الاشتراك في الاستقرار. طب يا الأول هينفع؟ لا. لماذا؟ إن في كلمة لابد من المنفصل. ينظر حركة الهمس تمام؟ طيب خلاص كده؟ طيب هذا بالنسبة يتوقع سؤال أيضا بالنسبة للقراءات الذين يحبون القراءات ويدرسون القراءات. نسمع أحيانا من يقرأ ويقول من لدن أو من ربه ما هذا؟ قل نعم هذا صحيح وثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأ به كل القراء إلا شعب وحمزة والكسائي وخلف العاشر على قول على قول الثاني إلا شعب وحمزة والكسائي وخلف العاشر والأزرق كما قال الإمام ابن الجزري وهي لبني صحبته أيضا ترى وبعض العلماء حققوا في الشيخ الدولي رحمه الله ووجدوا أنه لا غدة للأزرق لا غدة للأزرق عند في غرام الدنيا السكينة والتميمة عند اللهم فقال بعض الأصحاب قالوا لغير صحبته جودا يدخل الرمز الجميع تاتي الأزرق. أيضا نسمع في بعض القراءات من يقرأ فيقول ونزعنا ما في صدورهم ما نزعنا ما في صدورهم من غل ويخطب لسه كده عند الله أو يقول إله غيره مثلا أو يقول فسينقضون أو يقول من خير عليم خبير والمنخلقة نقول نعم هذا صحيح وقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قرأ به إمام أبو جعفر لأبو جعفر المدني له إخفاء من الساكنة والتنوين عند الغين والخاء وله خلاف الطريقة الطيبة في بعض الكلمات المنخلقة ينغل يكون غنيا هذه كانت سلسلة فيها بيه ينغل يكون منخلق ينقل يكن بعض العلماء أبوا هذا وعرفضوه عن الإمام أبي حنيفة. هل من سؤال في هذا الأحكام؟ نعم. كانت قرأت مثلا بالنسبة للنون والقلم بالنسبة لياسين. نعم. بالنسبة لنون والقلم وياسين القرآن الحكيم. هنا أصبح معنا نون أخيرها نون ساكنة ثم الواو بعض القراء قرأ إدغام النون الساكنة الواو قلنا على أصل هذه القاعدة فصار فقال إيه نون والقلم إدغام النون الساكنة في إيه والبعض قال فقال نون والقلم وكلا هو صحيح رسول الله بالنسبة ياسين والقرآن نفس الأمر ياسين أخيرها نون ياسين والقرآن على إيه؟ على أصل قاعدة أن ليس على أصل قاعدة، نعم أصل قاعدة إطلاق الواحد يقول ياسين والقرآن واضح؟ هذا بالنسبة لإيه؟ عند ورش مقدم في نور والمؤخر نور والقرآن عند ورش نعم المقدم أنه نور والقرآن نعم طيب هذا بالنسبة لـ هذه الإظهار بالنسبة للإظهار والإيه ننتقل إلى الحكم الثالث إن شاء الله هذا بالنسبة للإظهار والحكم الثالث هو الإقلام ثالث الإقلام عند البائع الثالث هو هذه نون السكينة وهذا هو التنوين تحتاج استخدام المرة تمام عندما تأتي النون السكينة أو التنوين وبعدها حرف البائع ماذا نفعل؟
نقلب النون ميما ساكنة ثم نفيها. أقول من بعض ضرب مثلا عن بعد نقلب النون ميما ثم نفيها. عليم بذات الصدور. نلاحظ ايه هذه يعني. اذا نقلب سمية الاخلاق او القلب لاننا نقلب النون الساكنه والتنوين ميما ثم نخفيها بسبب ما بعدها هو حرف ايه؟ حرف طبعا الباء والميم والواو المخرج الواحد. والانبغى نلاحظ هذا كما قال ابن الجبري الشفتين الواو والباء والميم ام أب او اذا كتبت الصغير عندنا في البدايه الكلام يقول مبو مبو يعني كنت ما انا هذه الكلمات هي سهل هذه الحروف سهل الميم ولا لا. الحكم الرابع قال الرابع الايه الرابع الفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. اخذنا النون الساكنه يظهر والتنوين اظهار حروف سته همزه والهاء والعين والميم والحاء والخاء. واخذنا بعد ذلك ايه الاظهار بسته احرف عشر حرفا ثم اخذنا هذه ثلاثه عشر حرفا يتبقى كم حرف خمسه عشر حرفا وهي روم طيبا زد في التقى ضاع ظالما. يعني ما معنى هذا؟ اولا هذا كلام له معنى جميل اراد الشيخ رحمه الله ان يعطيك معنى جميلا وكذلك يعطيك الفائده من هذا ان تاخذ من كل كلمه الحرف الاول صف نفسك يعني صف انسانا صاحب ثناء يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه. كم جاد شخص يعني كم هذه التقليل والتكسير كم الانسان جاد بالشخص قد سمع سمع بسبب انه اكرم الناس جاد على الناس فجاد الله تبارك وتعالى عليه كما كان ابراهيم عليه السلام يجد على الناس بالخير ويكرم الضيوف فاكرمه الله سبحانه وتعالى. كم جاد شخص قد سمع يعني علم دم طيبا يعني فعل امر بالمداومه على ان تكون طيبا خلق الأخلاق الطيبين وأن تطيب نفسك إلى آخر الحياة. زدت من تقى من باب قوله سبحانه وتزودت من خير الزاد التقوى. ضع ظالما لا ترفع لظالم قدرة ولا تجعل له شأن. ضع ظالما. نأخذ من كل كلمة الحرف الأول. صف نأخذ الصاد. قل مثلا ولا نام صبر. إخفاء مع الغنم. لازم إخفاء على إيه؟ مع الغنم. والإقلاب عليه مع الغنى الغنى بالبحر الثاني ولا نعم صبر الذال اسم من ذلك الثالث الأنثى في كلمة أو كلمتين مثلا الكاف مثل منكم الجيم مثل من جاء من جاء مثلا طب الشين من شكر من شكر طب مثل من قبل سين مثل من سوق دال من دابه مثلا طيب من طيبات. طبعا انتم بقى تاتون بالامثله سواء بكلمتين او في كلمه على حسب ازاي مثل من زواج من زواج طبعا طرفاء ها ينفقون مثلا تاء من تاء ضاء من ضاء نعم ضل او ايه
من إيه؟ ده ضاء مثل إيه؟ ضاء ما هو ضاء؟ هذا بالنسبة لإيه؟ هذه هي طب. طبعاً هنا نلاحظ أن هناك مراتب ذكرها العلماء في الاختيار. بعض العلماء قالوا أن هناك مراتب للإخفاء. أعلى مراتب الإخفاء عند التاء والدال والطاء. أعلى مراتب الإخفاء عند إيه؟ التاء والدال والطاء. تمام؟ سبب بعض المخارج. أقول مثلا من دابة. أقول مثلا من طيبة. تاء من تاء مثلا. وأقل مراتب الإخفاء عند الكاف والقاف. أنا أقول مثلا منكم. أنا أقول إيكم. أنا أقول إيه؟ منكم. أقل مراتب الإخفاء عند الإيه؟ عند الكاف والقاف. كذلك من قبل. الاثنان يأتيان في قوله مثلا سبحانه وتعالى إن كنتم اثنان. إن هذا أعلى أقل مرتبة إيه؟ أقل مرتبة. ثم أعلى مرتبة إخفاء عند إيه؟ عند الثاني. إن كنتم إن كنتم دم مرتبة. إن كنتم واحد. تفضل. موضع اللسان أين يكون اللسان؟ اللسان. بعض الناس قالوا نضع اللسان الى فوق مخرج النون. هذا خطا. انما يكون قريبا. لنقول منكم. هذا ليس اخفاء وهذا اصغار. نقول اقل من هذا ينزل قليلا كانه معلق. منكم 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 هكذا. من قبل المرتبه الثالثه هي أوسط مراتب الإخفاء وهي عند الحروف العشر الباقية. حروف العشر الباقية هي أوسط مراتب الإخفاء. مثل إيه؟ من شر من سوء إلى آخره. هل هناك سؤال في هذا؟ نعم. الفرجة ولا أول؟ بعض العلماء قالوا بالفرجة وهذا قال به شيخ شيوخنا الشيخ عارف عثمان رحمه الله. قال اعمل فرجة خفيفة بين الشفتين. فتقول مثلا من بعد. وكذلك في الإخفاء الشفوي كما سيأتي معنا. أقول مثلا هم به هم به. وعندما سألت شيخي الشيخ محمود أمين طنطاوي مستشرق المصحف الأزرق رحمه الله حفظه الله فقال لم يقل هذا الشيخ عن عثمان رحمه الله ولم يتراجع عنه. يعني بعض الناس قالوا أنه قال هذا وتراجع عنه. قال الشيخ والشيخ لم يقل هذا وإنما هو قال إن كثيرا من القراء لا يفعلون الإخفاء الشفوي كما يقبل. ولهذا قال الشيخ اللي ما فيه مسافة خفيفة أو ما شابه ذلك. فبعض الناس فهموها على أنها فرجة كبيرة فقالوا أمي هذا خطأ. وبعض الناس خالفوا هذا تماما وقالوا بالإطباق والمبالغة في الإطباق بالكذب. يقولون هم به هم به هذا خطأ. الكذب خطأ والإيه الفرجة الكبيرة خطأ. عندما نصلي عندما نقوم بالصلاة القدم في القدم كتف في كتف استوى الصف. بعض الناس يظن يدفع في الذي يدفع فيه وبعضهم يبتعد كثيرا. بعض الناس يفعل هكذا من أجل الفرجة. هذا خطأ وهذا خطأ وهذا. إنما الصواب هو إيه تلامس خفيف سواء كان في الإطلاق أو في الإخفاء الشفوي. أقول من بعض من بعض لمس فيه هم به كما سيأتي معنا في الإخفاء. بعض الشيوخ قالوا كأنك تضع ورقة خفيفة يسمونها ورقة بفرة. وهذا الكلام بحد لا داعي لأن البفرة بتاعت السجائر فلا داعي لهذا الكلام. إنما إيه لمس لمس من أين هذه الورقة؟ صلى الله عليه وسلم يقول إيه هم به أنبأ هم به لمس فيه لا تدفع ولا ايه ولا تتعلم. والله هذا بالنسبة لأحكام المسكينة والتدريب.
بهذا الأحكام النون الساكنة والتنوين كم حكم؟ أربعة أحكام. للنون التسكن والتنوين أربعة أحكام في حكم تبييني. الأول الظهار قبل حكم الحلق ست والمكتبة التعريفي، أمس الظهار ثم عين الحاء ومرتين ثم غير الظهار، والثاني إدغام بالستة الأدق يعملون أحكام أفضل لأنها خصمين رسم الإدغام في حكمات الديانة المعلمة إلا إذا كان المثل فلا تدغم الدنيا ثم صلاة الفلك، والثالث الإقلاب عند البيت لما الناس مع الفايت والرابع الفاعل الفاضلي لحروف واجب للفاضل الفاضلي للفاضلي هذا يسمى إطلاق الفاضل الأول بخلاف الفاضل الثاني الرابع الفاعل عند الفاضلي يعني الحروف البقية من الحروف الواجب للفاضلي على الإنسان الفاضل صلينا المغرب في بلاد المغرب إطلاق هذا المعزيم ما معزيم طبعا صدر سنة كان فيه سنة قد سنة كنت طيبا زيد في تقع ضغط عليه بعد ذلك ننتقل للأحكام الإيه كان الميم والنون والميم والميم مشددة طبعا الميم احيانا في اوائل الكلمات نجدها هكذا مشددة اوائل الكلمات كذلك نجدها في بعض الكلمات هكذا مشددة كيف نبدا بها قال الشيخ هو غن ميما ثم نونا شددا وسمي كل الحرف غنا جبلا فهذا يسمى ماذا تقول فيسأل إذا الشيخ يتحدث على إيه؟ الوصف إذا نقول مثلا مثلا مما سوي إيه؟ مما إذا هذا بناء على إيه؟ أنا بيحكى المشتت كذلك من نعمة قل من نعمة سواء كان في أول كلمة أو في كلمة ولكن في أول كلمة مع الوصف الشرط الوصف أما المشتت عند البدء فيه لا يصح الا بالسكان يعني ما معنى هذا الدفاع تقول ايه ما لا يصح تقول ما ما ينفعش لا يصح تقول نعم لا يصح اما ده مشدد اذا هذا عند الوصف كذلك عند الرفع على ايه المشدد مثلا هن بعض الناس ما يقول هن نعم هذا موجود لكن هذا في قراءة يعقوب طيب ثم لابد أن نقول مقدار إيه المقدار الحركة وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كل الحرف حرفا سمي النون شددا حرفا وسمي النون شددا حرفا الآن ننتقل إلى أحكام الميم السكنة أحكام كم من السكين والميم عند السكن تجي قبل الهجر لا ألف بينة للهجر أحكامها ثلاثة من المقدار إخفاء إخفاء الإضغام ثم فالأول إخفاء عند لا سميه شقويا الرابع والثاني إضغام بمثلها هذا سمي إضغاما صغيرا والثالث إضغام في البقية محروف سميها شقويا الرابع في 19 واختر لنا دواء ولفاء تختلف بها وتختلف يعني عندما تأتي الميم الساكنة وبعدها حرف الباء ماذا نفعل؟ الإخفاء الإخفاء عن إيه؟ مع الغنم فنقول أمي لو قلت بلا حوجة ولا كذب أمدي نمسح أمدي الإضغاء أم منه مثلا الملاد الجديد كما قلنا وقلنا ليما زنبتنا بكلام وقلنا ليما ثم نشوف أم منه يبقى السؤال طبعا الإضغاء حروف البقية زي إيه ختم الله على قلوبهم وعلى نقول مثلا ايه عليهم ولد مثلا هذا الولد مثلا زي الفاء مثلا زي ايه هم فيه طب العين اي حرف هم عالم مثلا هم عالم الى اخره طبعا الحكم الاول الشفاء الثاني الاضغام الثالث الاظهار لماذا أخدم الشيخ الجمزوري
الإخفاء على الإضراب على الإضراب. يعني قال في الأحكام النفسة هنا التنوين بدون التسكر التنوين أربع أحكام في التنوين، فالأول الإخفاء، فالأول الإيه؟ الإظهار، ثم انتقل إلى الإيه؟ الإضراب، ثم انتقل إلى الإخلاء، ثم انتقل إلى الإيه؟ إلى الإخفاء. هنا بدأ الإخفاء العكس، ثم الإضراب، ثم الإظهار. لماذا أردنا العكس؟ عكس الموضوع. لماذا؟ لأن الإضراب في باقي الحروف للسهولة، الباء والمي والباء بدل الباء مخرج، إذا هل يقع في الباقي ربما المخرج الباء سيال مقصود هو إيه؟ سهولة إيه؟ سهولة في الألف، فبدع الباء ثم المي ثم باقي الحروف، تمام؟ فبدع مما انتهى منه، لكن تعب الباء بدأ ولا بدأ. طبعا هذا هو احكام الايه؟ احكام الميم الساكنه. هل يتبقى شيء؟ هل هناك سؤال؟ الميم الساكنه اذا اتتها همزه وصل وهمزه قطع، ميم جمع وميم بالنسبه للوصل. نعم قبل ان ننتهي هنا بالنسبه للاظهار، حذر الشيخ تحذيرا شديدا لها، فقال: واحذر ندى واو الوفاء ان تختفي لقربها من الاتحاد التعبيري. ولذلك نفس الكلمة هذا كلام الشيخ الجمزور رحمه الله، ونقله واقتبسه من ابن الجزر رحمه الله عندما قال: واحضر لدى واو الوفاء ان تختفي. نفس الميم نفس الكلمة. لماذا؟ لأن بعض الناس بسبب اتحاد المخرج الميم مع الواو يخطئ فيقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. بعض الأئمة سمعتهم هكذا يقول مثلا: هم فيه. لماذا؟ بسبب تقارب المخرج الميم مع الفاء، هذا تقارب المخرج، والميم مع الواو اتحاد المخرج، ولهذا قال: واحذر لدى واو وفاء ان تختفي، ان تختفي الميم لقربها، لقرب الميم مع الفاء، ام لقرب الميم مع الواو؟ قرب الميم على ايه؟ مع الفاء. هناك تقارب الميم شفتي الواو والواو ميم ام والفاء ايه؟ توقف الثنائي العليا مع بعض الشخص. فهذا التقارب ربما يجعلك تخفي الميم، فاحذر من هذا. طب الاتحاد الميم والواو مخرج واحد، لهذا احذر ان تخفي الميم الساكنه عند الايه؟ عند الواو. وهذا يسمى لفا ونشرا غير مرتب كما يسميه علماء البديهيات. يعني ذكر شيئين ثم اعاده الكلام عليهما بعكس الترتيب، كما في قوله سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. المفترض ان يقول: اما الذين ابيضت ثم يقول: اما الذين اسودت. لا، عكس الكلام. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت بدا بالاخير ثم اعاد كلامه على الذين، واما الذين ابيضوا اللهم اجعلنا من الذين تبيض وجوه. في لفظ نشر مرتب مثل هذا: واخبر لنا واو وفاء ان تختفي لقربها السلام والاتحاد المعروف بعكس الايه؟ واضح؟ طب هناك لفظ ونشر مرتب في القران الكريم في سوره القصص، من يقول؟ لف ونشر مرتب يعني ذكر شيئين ثم عاد الكلام عليهما بنفس الترتيب: وبرحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه فتطلقوا. تمام؟ يبقى ذكر شيئين ثم عاد الكلام عليهما بنفس الترتيب كما في سوره القصص، بعكس الترتيب كما في سوره ايه؟ يوم تبدل وجوه في سوره ايه؟ على الله. يبقى إذا أنا واحذر لدى واو الوفاء أن تختفي واو الوفاء واو وفاء. مفترض أن يقول للاتحاد وقرب بنفس الترتيب عكس لقربها هي إيه؟ قرب مما فاء والاتحاد تعكس. سؤال فضيلة الشيخ عن أحكام الميم الساكنة إذا أتى بعدها. أحكام الميم الساكنة إذا أتى بعدها متوسط. ميم جمع أو ميم بعد. ميم الجمع. لو نقول مثلا هم بعدها متوسط مثل إيه؟ الهاف والتكاثر. الهاف والتكاثر. الهاف والتكاثر. أقول إيه؟ الهاف والتكاثر. هنا الأصل الميم والجمع نتخلص من خاء السكنين كما ذكر العلماء بضمها، فنقول ايه؟ الهاء منتكر ميم ساكنه اصلا، ولكن في بسبب خاء السكنين نضم الميم، نقول الهاء منتكر.
إنما عند عقل القاطع مثل أم يرتابه همجز قاطع له مو أرض مثلا أم يرتاب هذه هل هذه هي مجرد أمين أصلية هذه من أصلية إذا نتخلص الأصل قاعدة بإيه الكسر أمير الفخر عندما نقول في همزة في همزة قاطع ما لكم إذا قيل لكم ما لكم إذا هذه هو جمع مفهوم صوت المسك وهنا همزة قاطع ماذا نفعل قرع رعش الصلة في عند همزة قاطع فقط الصلة عند همزة قاطع نقول ما لكم إذا هذا طبعا من طريق الأرض ثمانية لقصة فرص طيب عندما نقول هذا هو نقول ايه صراط الذين على صراط المستقيم صراط الذين على عهد عليهم وغير المغضوب عليهم ماذا يفعل الورش الاسكان عليهم وغير الاصل تمام انما قالوا ابن خلف العلم وابن كثير وابو جعفر بالسلم عندما تقدر انه غير المستقيم قل اهلا عليهم وغير اهلكم وقالوا له القصر التوسط وابن كثير وابو جعفر القصر والله اعلم اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وان يذكرنا منه ما نسينا وان يعلمنا منكم ما جهلنا انه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والى لقاء اخر ان شاء الله جزاكم الله خيرا على حسن ظنكم والسلام عليكم.